للمزيد من المتابعة والتفاصيل من بغداد، سيادة اللواء تحسين الخفاجية المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة وخلية الإعلام الأمني، أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بكم. نعم، إذن يوم غد سيكون يوم حافل والبعض يسميه بالعرس الديمقراطي في العراق، كيف هي إذن العملية التأمينية؟ كيف استعديتم لهذا اليوم؟ تفضل. أولا شكرا على هذه الاستضافة وتحية لك وللشعب المصري الشقيق. أشكرك. ولمشاهدي أكسترا نيوز. يوم غد بالتأكيد قيادة العمليات المشتركة واللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات أبدت استعداداتها منذ أكثر من 3 أشهر. نحن كقيادة عمليات مشتركة بدأنا في الاستعدادات في الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات منذ أكثر من 3 أشهر، وناقشنا هذه الخطة التي أعدت في كل محافظة مع القادة الأمنيين في المحافظة، وكان هناك بعض الملاحظات وقد تجاوزنا هذه الملاحظات من خلال إجراء ممارستين أمنيتين بالانتخابات، وكانت بمثابة تجربة حقيقية استفدنا منها استفادة كبيرة من خلال التصويت الخاص. نعم. وكان هناك رد فعل سريع للقوات الأمنية، وأيضا كان هناك عمل كبير للقوات الأمنية ومرونة عالية في نجاح الخطة الأمنية الخاصة بها. لذلك يوم غد نحن الآن على أهبة الاستعداد ومكتملين في تجهيزاتنا في تخطيطنا في إمكانياتنا ليوم غد. يوم غد القوات الأمنية سوف تباشر بمساعدة المفوضية العليا للانتخابات. بدأنا في توزيع قواتنا على كل المراكز الانتخابية، بدأنا بزيادة إمكانياتنا وقدراتنا من خلال سلاح الجو العراقي الذي بدأ في طلعات مستمرة على مدار 24 ساعة، وسلاح طيران الجيش بدوريات جوية مسلحة على كل حدود العراق وكذلك محافظات العراق، جاهزون للتدخل ورد الفعل السريع في أي حالة من خلال عدد من السيناريوهات اقترحناها أثناء الممارستين الأمنيتين. قد يكون هناك اعتداء إرهابي، قد يكون هناك تجاوز على المفوضين، قد يكون هناك الحقيقة عمل أو شجار. لذلك القوات الأمنية أصبحت لديها الإمكانية والقدرة والعدة بخوض التصويت العام إن شاء الله غدا. في بداية المداخلة تفضلت بالذكر سيادة اللواء أنه كان هناك ملاحظات ربما سيتم تلافيها يوم غد، أهم الملاحظات يعني في السياق الأمني التي حدثت على مدار الأمس سيادة اللواء؟ أهم الملاحظات التي تجاوزناها ويوم أمس نجحنا في أن الحقيقة نتخطاها هي الوحدات العسكرية التي تتحرك، كما تعلمين لدينا إرهاب ولدينا عمل كبير، ولذلك الوحدات العسكرية تتحرك من مكان إلى آخر، وهذا يحتاج إلى إعادة هذه الوحدات بعد أن قدمت قاعدة البيانات الخاصة بهم إلى أماكنهم الأسرية، وهذا ما تم من خلال رئيس أركان الجيش المحترم ووزارة الدفاع بتجهيز طائرات القوة الجوية للنقل المتوسط والخفيف، ونقلنا أكثر من 80 وحدة عسكرية استطاعت أن تتم عملية التصويت والرجوع إلى أماكنها الرئيسية، رغم نحن مسؤولين عن خطة أمنية ولكن استطعنا ونجحنا في هذا التحدي الكبير الذي كان لابد منه لكي تنجح الانتخابات وينجح التصويت الخاص وتكون رسالة للعالم ورسالة أيضا إلى الذين سوف يصوتون غدا بأننا قادرون فعلا على حمايتهم. صحيح. وقادرون فعلا على أن نقوم ونجدد العملية الانتخابية. الحقيقة هذا كان واضحا جليا بالأمس سيادة اللواء، وهو نجاح القوات المسلحة العراقية في تأمين العملية الانتخابية، ولكن يعني تعلم أن العراق له خصوصية ربما في اختلاف محافظاته أو جغرافية محافظاته، هل التأمين الأمني يختلف من كل محافظة إلى أخرى؟ يعني أحسنتي سيدتي الكريمة، فعلا لدينا بعض المحافظات لديها خصوصية، ولكن خططنا الأمنية هي خطط محكمة ودقيقة وشاملة، ووحدة القيادة والسيطرة التي تمارس من خلال قيادة العمليات المشتركة الحقيقة وحدة واحدة، والنداء يكون واحد والتوجيه يكون واحد والتصرف يكون واحد. أما فيما يخص بعض المحافظات التي لديها خصوصية قد تعاملنا، وخصوصا محافظة كركوك التي تتميز بعراق مصغر مختلف
فيه الكثير من الطوائف المختلفة. تتحدث هنا عن الموصل بشكل عام. عمل أمني. نعم. 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 تمكنا من خلال عملنا الأمني أن أولا أن نوحد آلية الانتخاب وأن نضمن سلامة المنتخبين وأن أيضا نطارد الإرهاب الذي كان يهدد هذه المحافظة وبعض المحافظات الأخرى. واستطعنا من خلال عمل استخباري وجهد كبير قامت به وزارتي الدفاع والداخلية باختراق التنظيم الإرهابي داعش والحصول على معلومات في غاية الخطورة. واليوم كان عمل أيضا مميز عندما استطاعت طائرات الـ F-16 قبل حوالي ساعة من الآن توجيه ضربة جوية جنوب قانقين بمضافة لتنظيم داعش الذي كان يخطط للاعتداء على الناخبين. واستطعنا من قتل أكثر من 6 عناصر كانوا يتخنقون في منطقة الثلاب، وهذا يعتبر صحيح جهد وانتصار كبير طبعاً إلى قواتنا الأمنية. يعني العمل في مسارين مختلفين، تأمين الانتخابات من ناحية ومداهمة الإرهاب من ناحية أخرى، الحقيقة يعني عمل يدعو للفخر سيادة اللواء. وذلك ربما يجعلني أسألك عن تصريحات الدكتور مصطفى الكاظمي بمناشدته للقوات الأمنية والعمليات المسلحة فيما يتعلق بقوله عدم الانسياق وراء أي استفزازات أو التأثير حتى على من يذهبون للاقتراع من القيادات الأمنية. كيف تقرأ حديثه وكيف تفسره سيادة اللواء؟ يعني بالتأكيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم عندما كان يعطينا التعليمات والتوجيهات الخاصة بالقوات الأمنية والتي التزمت القوات الأمنية بها حرفيا، أولا كانت هي رسالة إيجابية بالنسبة إلى كل الشعب العراقي بأن القوات المسلحة تقف على خط واحد من الكل وعلى مسافة واحدة من الكل، وهي لا تميز بين شخص وآخر أو بين محافظة وأخرى، وأن دماءها واستعداداتها وإمكانياتها وقدراتها هي في خدمة العراق والعراقيين ووحدة العراق ووحدة أراضي العراق. وهذا ما ترجم فعلا من خلال القوات المسلحة التي لم تكن تعطي صوتها إلا بحرية ودون وجود أي ضغط، ولا يوجد أي ضغط أيضا من منتسبين أو من ضباط ما في الضغط عليهم باتجاه معين أو الميول إلى شخص معين. وهذا يعتبر شيء مهم وحيوي بالنسبة للقوات المسلحة التي يجب أن تكون شغلها الشاغل هو حماية البلاد والدفاع عن أمن البلاد وسلامة البلاد، وأن لا تتدخل في العمل العسكري السياسي عفوا. ونجحنا في ذلك وطبقنا تعليمات قائد رئيس الوزراء المحترم. صحيح. أخيرا دعني أختم معك بهذا السؤال سيادة اللواء، يعني بالحديث عن عدم التدخل العسكري مع التدخل السياسي، ولكن بالتأكيد يعني اكتمال البرلمان العراقي منتخب من قبل المواطنين العراقيين سيكون له تأثير ربما على الاستقرار الأمني في الداخل العراقي. كيف سيادة اللواء يعني كيف الاستقرار السياسي سيؤثر بدوره أيضا على التحدي الأمني الذي ربما يعني هو الهاجس الأكبر بالنسبة للمواطن العراقي؟ أحسنتي سيدتي الكريمة. الاستقرار السياسي هو أكيد هو استقرار للعراق داخليا، واستقرار العراق داخليا ومطاردة الإرهاب وتحييده هو يعتبر استقرار للمنطقة برمتها. واستقرار المنطقة هذا يعني بأنه سوف نطارد الإرهاب ونلاحقه، ولا يوجد مكان أو ملاذ آمن بالنسبة إليه. ولذلك كل ما كان العراق مستقرا سياسيا سوف يكون هناك استقرار داخلي، والاستقرار الداخلي ينعكس على سياسة الاستثمار والنهوض بالبلد ومتابعة قيام الشركات بإعادة البنى التحتية للبلد والنهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي. وهذه من أهم أولويات البرلمان الجديد، وكذلك سوف يساعد أيضا قواتنا المسلحة على أن تقوم بمطاردة من تبقى من خلايا الإرهاب، وفي نفس الوقت أيضا عجلة البناء تستمر ويستمر معها تقدم العراق والسلم المجتمعي، وهذا شيء مهم بالنسبة لنا. أنا بشكرك الحقيقة على هذه المداخلة سيادة اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة وخلية الإعلام الأمني، كنت ضيفي إذن في هذه الساعة في هذه التغطية الخاصة بالعراق، شكرا لك.